على خلفية استقالة الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخسخوسي، عقدت الحركة ندوة صحفية لشرح ملابسات وأسباب الاستقالة، والتي أرجعها أحمد الخسخوسي إلى تبلور النسخة الرابعة والأخيرة من الدستور، معتبرا إياها نسخة مدلسة ومحرفة، إضافة إلى تأكيده على أن حركته أنشئت على أسس ديمقراطية وهي لا تسمح بمثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن النص القانوني ليس له علاقة بعمل اللجان، حيث وقع تحريف ما لا يقل عن 7 فصول. أعمال اللجان التأسيسية كل حط على شيء، ولا سي المقرر العام يجبد من عنده أنك العلم الوافي ويملس، يجبد من عنده ويملس. أشهد أمام التاريخ، أمام التاريخ أن اللجنة اللي فيها على الأقل اللي كنت فيها واستقلت منها، لجنة القضاء العادي والمالي والإداري، حرف ما لا يقل على 7 فصول. خلى العمل ها موجود، راه موجود النسخه الاولى والنسخه الثانيه والثالثه ودلسة. اذا الدستور هذا هو وثيقه مدلسه، علاش؟ على خاطر تبلورت النسخه الرابعه اللي هي نسخه مدلسه، بل الكل كان عندنا امل. اذا الانسان يختار، وان انسى لا انسى، ما نحبش تخفيف، الانسان راه مربوط وما عندوش فضل باصوله باصوله الأسرية والعائلية والجهوية والوطنية، هذه شارج على كتف الإنسان، يحب ما يحبش ما يشوفش خلص منه. الحاجة الثانية، أنتمي إلى حركة أنشئت على أسس ديمقراطية وعلى أسس وطنية، هي أساس الأخ حميد وسيم، هذه حاجة كذلك شارج ما نجمش نتخلص منها وما نجمش ننساها. ثالث حاجة وهي ذهنية أخلاقية، ما ننساش أني مدن مؤدب، والمؤدب مش يعطيك المعرفة بركة، يعطيك القدوة الحسنة. تو بصفتي في كنت عضو سابق في لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري. خدمنا فصول واتفقين عليها ولا غبار عليه الأطراف الكل. بعد نجو نلقوا 7 منها إي راديكي، معناها اجتثت وطيشوها على شيرة وعوضت باختراعات المقرر العام في اتجاه شنو؟ في اتجاه باش يجعل القضاء خاضع للسلطة التنفيذية. باش القضاء يولي مش مستقل، باش القضاء يفقد مناعته، باش القضاء يولي مريض بالسيدة حشاك. والله في بالي ما ثماش تحمل مسؤولية أكثر من هذا. وتعرف أنت الإنسان في الحياة حتى في الوجود يلزم يختار، يجي وقت من الأوقات ما ينجمش يمسك هذه وهذه، يلزم واحد يضحي بواحدة منها. أنا ضحيت بوجودي في المجلس من أجل أن أرسل إشارة قوية، إن شاء الله المجتمع التونسي والرأي العام يتقبلها قبولا حسنا، وإن شاء الله تكون فايدتها خير من أكثر من مساويها. وأنا اليوم جيت باش ندعم أخلاقيا وسياسيا الأستاذ أحمد معناها الخسخوسي، اللي قدر وأنه ما عادش ينجم يقوم بواجبه كنائب، ويحب يقول للشعب التونسي راهي الوكالة اللي أعطيتها لي ما عادش نجم نقوم بها، مش لأسباب شخصية وإنما لأسباب أخلاقية وسياسية، ما يحبش يكون شاهد زور. الخسخوسي أشار إلى أن الممارسات التي يقوم بها المجلس التأسيسي غير قانونية، على اعتبار أن المرسوم الجمهوري ينص على أن الدستور يجب أن ينتهي في سنة، في حين أنه لم يتم تطبيق ذلك. الجبهة الشعبية تعتبر أن الأسباب اللي أثارها في استقالته وهي أسباب تتبناها مكونات الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية اللي دعات في بيان الأخير إلى حل المجلس الوطني التأسيسي اللي تجاوز الشرعية واللي ما عملش فهمتي منها الدستور، ولكن من ناحية الاستقالة قاعدة تناقش في داخل الجبهة الشعبية، وثم أصوات داخل الجبهة الشعبية تدعو إلى أن البقية النواب نتاع الجبهة الشعبية وكل النواب الكتلة الديمقراطية أنهم ينحوا المنحة اللي أخذها الأستاذ أحمد الخسخوسي. ولو كان حتى بقيت هما شعارها بشنو؟ قل ما تشاء وأنا أفعل ما أريد، معناها نجوا للتصويت في الأخر حشاك الخشب المسندة هذيك كلها يهزوا يديهم وكذا، ويجي سي أحمد على التوش ونجيب الشابي على التوش ومنجي الرحوي وأحمد السافي كل ما معناها، بحيث نولي جوكوسيون، نولي شاهد، نولي داعم ليهم بحضوري. فضل السيد أحمد الخسخوسي الاستقالة لهذه الأسباب إيمانا منه بالديمقراطية، فيما يرى بعض المخالفون له بأن استقالته تنصلا من المسؤولية.